بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خريستوس انستي، اليسوس انستي. احنا ما زلنا بنتكلم في القيامه وفي افراح القيامه وفي التغيير اللي حصل للتلاميذ والتغيير اللي حصل للمؤمنين من خلال فعل القيامه. والنهارده الجمعه الثالثه بيتكلم معانا القراءات على مبدأ مهم جدا. بنشوف ان خط سر القراءات ان في البولس بيكلمنا عن عمل الناموس والختان وازاي التغيير اللي حصل بالروح في التلاميذ في الناس من خلال نعمة ربنا، وفي نفس الوقت الكاثوليكون بيكلمنا عن ان احنا ابناء الله، وقصة حنانيا وسفيرة في الإبراكسيس وإزاي هم اتكلموا مع بعض بطريقة مختلفة وحطوا في دماغهم اتفاق مختلف تماما عن المفروض يحيوا بيه في الروح. ويجي الإنجيل يكلمنا عن الحرية، وأنا المسيح بيحررنا من كل شيء، أن الحق يحرركم. وده يعني هو ده التغيير اللي حصل واللي المهم كل واحد مننا يدركه. يعني التلاميذ لما كانوا عايشين مع المسيح بيسمعوا كلامه، بيتعلموا منه، لكن في نفس الوقت كانوا شايفين المعلم، شايفين رابوني، شايفين أن في تعليم، في قوانين، وارتباطهم بالقانون بالناموس اللي كان موجود، وازاي المسيح كان بيقدر يغير في فكر الناموس، وازاي انه هو بينميهم حتى حتى علشان يقدروا يفهموا الناموس. لكن بعد القيامة في حصل تغيير مهم جدا، ان رابوني اللي المجدلية لما شافت المسيح قالت له رابوني، المعلم هنا لابد انه يتغير في فكرنا من انه بيحط لنا قوانين وشرائع وبيحط لنا أنظمة. المسيح لم يأتي لوضع قوانين ولا شرائع ولا أنظمة، لكن المسيح هنا لابد ان يتغير في فكر كل واحد مننا من خلال مفهوم القيامة، يتغير لحاجة مهمة جدا، وهو أن يصير هو نفسه ينبوع المعرفة، ينبوع الحكمة، ينبوع النعمة في داخلنا، هو ينبوع الحياة في داخل كل واحد مننا. ومن خلال ينبوع الحياة أنت هتبص تلاقي نفسك أنك بتفهم كويس قوي يعني معنى البنوة، وبتفهم كمان معنى الحرية. وعشان كده ما فيش أبدا إنسان يقدر يدخل مع المسيح في هذه العلاقة بدون فكر القيامة. عشان كده التلاميذ شافوا المسيح وهو بيعلم، بس بعد القيامة ابتدى الوضع يتغير تماما، لأنه حسوا ان هو بيديهم حاجة مختلفة. القوة بتاعت القيامة، قوة القيامة وفاعلية القيامة في حياة كل واحد منهم غيرت في مفاهيمهم. وعشان كده تبص تلاقيهم ابتدوا ينفتحوا، ابتدى الفريم اللي كانوا واخدينه ابتدى يتغير، ابتدى يبقى في عندهم في حرية وحرية مجد أولاد الله، ابتدى مفهوم الناموس بالنسبة لهم بيتغير. وعشان كده ربنا كان بيثبت هذا الفكر بأعمال كثيرة زي قصة حنانيا وسفيرة. قصة غريبة لكن في نفس جميلة جدا لكل واحد مننا. هم يعني شافوا ان في قانون، في حدث بيتعمل
انه تلاميذ قالوا ان كل واحد ياخد اللي هو عايزه، كل من له احتياج ياخد، وكل واحد برضو عنده اشياء كانوا بيبيعوها بيحطوها تحت ارجل التلاميذ، ما حدش اجبرك انك تعمل كده. وبالتالي الشكل اللي الناس عايزين ياخدوه هو اللي بيجبر الناس، هو اللي بيحكم الناس، هو اللي بيربط الناس. المسيح ما كانش عايز يربطك بهذا الشكل، لكن المسيح عايزك تتصرف من خلال عمق حياة وعمق حرية. وعشان كده الإنسان الروحي لا يحكم فيه من شيء، أما إنسان الغير الروحي فبيحكم فيه من كل شيء. وعشان كده أنه من خلال مفهوم القيامة، من خلال فعل القيامة، أن ربنا بيحط فينا، بيسكن هو فينا، يعني ليسكن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا. كل واحد مننا يبتدي يعرف، لنعرف مع حبة الله فائقة المعرفة. إذن هنا الحرية مرتبطة تماما بتغيير المفهوم عن المسيح اللي بيحط لنا قوانين وبيحط لنا شرائع وبيقول لنا انتوا لازم تعملوا كذا، وما بين المسيح القائم من الأموات اللي بيضع فينا روحه القدوس، اللي بيضع فينا فكر، بيضع فينا حياة، في ينبوع حكمة. وبتبص تلاقي هذا الإنسان من خلال ينبوع الحكمة، من خلال ينبوع الحياة اللي موجود فيه، هو نفسه بيتصرف في الحياة بطريقة تلقائية، لأنه بيثبت في الإرادة الإلهية. يعني حلول المسيح فينا بيحل في الكيان الإنساني، ده بيخلي الإنسان نفسه يبقى ينبع فيه ينبوع الحياة، ينبوع الحكمة، ينبوع الإفراز، وده يخلي الإنسان يتصرف في تصرفات في حياته مختلفة تماما. فما بيبقاش بقى الناموس هو اللي رابط الإنسان. وعشان كده لما جه يوحنا الحبيب يعبر عن ده، قال ان الناموس بموسى اعطي، اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صار. فكره انه كينونه النعمه والحق غير العطاء، يعني ربنا اعطى الناموس الى موسى، اما الكينونه، اما انه يصير لنا، هذا مش ممكن ابدا يكون لنا الا من خلال ينبوع الحياة وهو المسيح. فإذا هنا أنت محتاج بس كل ما في الأمر تحدد مع نفسك كده، عشان تحصل على هذه الحرية اللي أنت بتتمناها. هي حرية أن الإنسان بيتحرر أولا من القيود الداخلية اللي في حياته. يعني إحنا كتير من الأوقات بنحط لنفسنا قيود وبنتأيد بقيود، إحنا جايز تكون هذه القيود موجودة في داخلنا من طفولتنا ومن التكوين اللي تكون في حياتنا. يعني جوه كل إنسان مننا في طفولته بيتكون بعض المفاهيم، بيتكون سيستم في حياتنا، إحنا بنستقبل المفاهيم إزاي. فبالتالي في إنسان يستقبل المفاهيم محبة الله بطريقة تسبب له قيد دائم في حياته. يعني بمعنى انه ربنا هيحبني ليه؟ هيحبك ليه؟ عشان انت يعني شاطر وبتعمل حاجات كويسة. فبالتالي ارتباط محبة الله ببر انت تصنعه فاصبحت محبة الله مشروطة. فبالتالي لما يجي الانسان بيفكر في محبة الله هتلاقيه لابد انه يقول ايه، لازم اعمل حاجة اكسب بيها محبة ربنا. وبالتالي بيحط على نفسه قيد ثقيل جدا. كيف يستطيع الانسان ان يصنع برا ليكتسب به محبة الله؟ مش ممكن. لو كل العالم كله لا يستطيع. لكن في حاجة مهمة جدا، ده قيد من القيود اللي الناس حطتها على نفسها. المسيح بقى عايز يحررك من هذا القيد ويقول لك ان ربنا بيديك محبة، انه يحبك إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من اجلنا. يعني وبالتالي هذه المحبة اللي ربنا بيديها لنا هو تغيير في مفهوم الانسان من الداخل. يعني معنى كده انه
كل إنسان مننا بيدرك أن حريته الحقيقية هي في إدراك محبة الله لي غير المشروطة، لكن ربنا يريد أنك أنت تبادل هذا الحب، وبالتالي أنت تعبر عن محبتك لله من خلال أنك أنت تسمع وتثبت في كلامه. عشان كده أنه كان بيربط ما بين الحرية وما بين الثبات ليلة الأبد، فأنه كل من يعمل الخطية فهو عبد للخطية، والعبد لا يثبت في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيثبت إلى الأبد، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. وعشان كده القيامة من خلال مفهوم الثبات في المسيح ومن خلال بنوتنا للمسيح بيثبت الإنسان إلى الأبد في كإبن، وبالتالي تكون حرية. فحرية تغيير المفاهيم من الداخل، مش بس خطية، يعني الإنسان بيعمل خطية، لكن جزء من الجذور الأساسية بتاعة الخطية هو المفاهيم اللي الإنسان بيبنيها من طفولته من خبراته في الحياة. فعشان كده احنا محتاجين نغير المفاهيم من إرضاء الناس، من إرضاء الناموس، إلى تغيير الأساسي اللي المسيح عايز يعمله لنا، هو ينبوع الحياة اللي بينبع في داخل حياتنا. يتغير مفهوم رابوني، المسيح رابوني، ولا إلى المسيح ينبوع الحياة، ينبوع الحكمة في حياتك. وإن وصلت إلى هذا المفهوم وابتدى المسيح يتغير في حياتك من المعلم فقط إلى ينبوع الحياة، ينبوع الحكمة، فبالتالي هيثبت فيك وانت تثبت فيه، وبالتالي حياتك بتبتدي تاخد شكل جديد، هتبص تلاقي حنانيا وسفيرة بعدوا عنك، وهتبص تلاقي في فرحة تبقى في حياتك، لأن هذه الفرحة هي ينبوع الحياة في داخلك. ربنا يبارك فيكم ويعطيكم كل نعمة وبركة، ولإلهنا المجد إلى الأبد، أمين. Thank you.